أهلا بكم مشاهدينا، نتناول في قصتنا الصحفية لهذا المساء خبر من صحيفة عكاظ بعنوان 60% من الحاملين لأمراض وراثية يتراجعون عن الزواج. أوردت صحيفة عكاظ أن برنامج ما قبل الزواج بوزارة الصحة كشف أن 60% من المقبلين على الزواج الحاملين لأمراض وراثية يتراجعون عن الزواج، مشيرا إلى أن هذه النسبة في بداية عمل البرنامج قبل 10 سنوات كانت لا تتجاوز 8%، وارتفعت تدريجيا سنة بعد أخرى حتى وصلت إلى 60%، وذلك وفقا للبيانات المسجلة على الرابط الإلكتروني بين وزارتي الصحة والعدل. وأوضحت الوزارة أن برنامج الزواج الصحي الذي تم إطلاقه مؤخرا يستهدف الأزواج غير المصابين بأمراض، وهو يعنى بالوقاية من الأمراض الوراثية لحماية الأطفال من الإصابة بها. وأشارت الوزارة إلى أنه تم توزيع مراكز فحص ما قبل الزواج المعتمدة من قبلها، وهم 20 مركزا في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة لتسهيل وصول السكان إليها. وبحسب ما ذكرت وزارة الصحة في موقعها الإلكتروني، إن الزواج الصحي هو حالة من التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والشرعية، بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء وسعداء. وفحص ما قبل الزواج هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية، منها فقر الدم المنجلي والثلاسيميا وبعض الأمراض المعدية، وأيضا الالتهاب الكبدي الفيروسي بي وسي، وأيضا نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيا. ويهدف أيضا إلى التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وأيضا تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، إضافة إلى رفع الحرج الذي لدى البعض في طلب هذا الفحص، وختاما نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل. يعتبر برنامج الزواج الصحي برنامجا وطنيا مجتمعيا توعويا وقائيا بهدف الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية. نتمنى التوفيق لجميع المقبلين على الزواج والحرص على هذا الفحص حفاظاً على صحة أبنائهم في المستقبل بإذن الله.